أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بعد المباراة كتب علامات استفهام حول مستوى التحكيم في لقاءات اليوم، مما ينذر بكارثة تحكيمية نحن في غنى عنها قد تحدث يوم الخميس القادم. لذا يبقى التساؤل، لماذا لا نستعين بحكام أجانب أو من دولة الإمارات الشقيقة منعا للمشاكل؟ أستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك مع الهاتف الآن. أستاذ أحمد مشرف ومنور، وبهنيك اليوم الفوز أمام بيراميدز والصعود للمباراة النهائية للسوبر المصري. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، تسلم كابتن كريم، وإن شاء الله ربنا يكلل مجهود يعني مجهود الفريق طبعا بالفوز بالبطولة بإذن الله يوم الخميس. طيب، أنا عادة لا أتحدث عن التحكيم أو قرارات تحكيمية سلبا أو إيجابا، بس كان معايا كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي منذ لحظات، وقال إنه التحكيم النهاردة كان لعب لصالح الزمالك ولعب لصالح الأهلي في المباراتين. إيه اللي مش عاجبك النهاردة أستاذ أحمد في التحكيم المصري؟ لا بص، يعني أنا مش حابب أدخل في فنيات أو في أمور، لأن أكيد في خبراء أكثر قدرة يعني مني على تحليل الأخطاء التحكيمية، لكن ولا برضه عايزين نشخص الموضوع إن الحكام لعبوا لصالح مين، وأنا مش عايزين الحكام يلعبوا لصالح حد أصلاً. طبعاً. عايزين الحكام يلعبوا لصالح التحكيم فقط لا غير. لكن أعتقد إن الكل الأربع فرق، أو يعني بلاش الأربع فرق، كل واحد يتكلم عن نفسه أو عن فريقه. إحنا كزمالك لا طبعاً مستائين جداً بمستوى التحكيم النهارده في المباراتين. أخطاء بالجملة. حتى الفار واضح إن هو يعني ما لولا وجود الفار كانت حصلت كوارث أكبر. لكن برضو الفار ما بيتدخلش، أو في حاجات ما تدخلش فيها. فالوضع العام أو الصورة العامة مش مطمئنة خالص قبل مباراة يوم الخميس. والغريب أو التساؤل فعلا، هو إحنا ليه مسافرين واخدين الحكام معانا؟ يعني إحنا عاملين نوع من التعاون وتجربة جديدة، ما هي مش جديدة قوي، بس يعني تجربة اللعب خارج الحدود في دولة زي دولة الإمارات الشقيقة. دولة الإمارات عندها حكام على أعلى مستوى، لو حتى استبعدنا فكرة الحكام الأجانب. الإمارات عندها حكام حكموا في كأس العالم في قطر الـ 22. عندها زمان كان عندها كابتن علي بوكسين من علامات التحكيم العربي. يعني رايحين دولة عندها يعني مستوى تحكيم عالي جدا. ولو قلنا حتى الأجانب، هي دولة بيتوافد عليها الأجانب من كل الجنسيات، ما كانش هيبقى صعب ولا ماديا ولا تنظيميا ان يتم يعني استخدام طاقم تحكيم اجنبي. لكن ان احنا ندخل ماتش النهائي بمستوى التحكيم ده، لا طبعا امر مثير للقلق بشكل كبير، واحنا في غنى عنه تماما. هل الحكام المصريين لو احنا متمسكين بيهم او عايزين ندعمهم، وده يهمنا طبعا، يبقى في تحكيم مصري على مستوى عالي. ما هم بيحكموا 99% من مباريات النظام الرياضي في مصر كله. ما بين دوري وكاس، لما تيجي على 1% اللي فيه نوع من يعني التشكك او عايزين الاطمئنان عليه، مش هيحصل حاجه. مش طب استاذ احمد، يعني عشان الامور طبعا عشان الامور تبقى اكثر وضوحا، يعني ايه اللي ما عجبش نادي الزمالك النهارده في القرارات التحكيميه، سواء في مباراه الزمالك او المباراه الاخرى؟ لا برضه انا مصر ما تتدخلش في فنيات خبراء التحكيم على قناه ابو ظبي رياضيه او على ام بي سي او على اون سبورت. اتكلموا كتير عن اخطاء معينه وعن تجاوزات معينه، ومش هدخل في تفاصيلها، لكن الكل اجمع ان كان في اخطاء واخطاء فادحه. هل الزمالك هيطلب بشكل رسمي ان يكون طاقم تحكيم المباراه النهائيه ما يكونش مصري؟ حتى الان لسه المجلس بيدرس الموضوع، في حاله استياء شديده من مستوى التحكيم، لكن لغايه النهارده لسه ما فيش قرار نهائي، وخصوصا كمان برضه علامه استفهام على اختيار كابتن امين عمر، مع كل الاحترام الشديد ليه، لكن ليه وقع مع الزمالك قبل كده لو تفتكرها بتاعت ماتش المقاولين، لما قال انا مش مقتنع، وكان حتى كلمة يمكن استفزت جمهور الزمالك وقتها، لأن مفيش اقتناع في القوانين، القوانين يا أبيض يا أسود، 1+1=2، فكانت كلمة يعني مثيرة للاستفزاز جدا لجمهور الزمالك. فأعتقد إن برضه كاختيار كابتن أمين عمر للمباراة النهائية هو اختيار غير موفق حتى الآن كاسم. طيب، عايز أتكلم معاك عن المباراة النهائية. وبرضه الناحية التانية، النهاردة كان بيحكم كابتن أحمد الغندور صاحب الواقعة الشهيرة في مباراة المصري اللي عملت أزمة كبيرة جدا، يعني معرفش هل هم بس دول الحكام اللي موجودين مثلا في مصر نقدر نتعامل معاهم، مفيش اجيال جديده، مفيش ناس بتطلع جديد او اسماء ممكن ندعمها يكون عندها مثلا فرص افضل؟ اتمنى ان يبقى في جيل جديد من الحكام. يعني عظيم، هتكلم معاك عن المباراه النهائيه امام النادي الاهلي مره اخرى في اقل من شهر، مواجهه اخرى مع النادي الاهلي بعد مباراه السوبر الافريقي وفوز الزمالك بها. النهارده مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بيتكلم انها مباراه رد اعتبار للاعبي النادي الاهلي والاهلي، بالنسبه لنادي الزمالك المباراه تمثل لكم ايه يا فندم؟ لا هي طبعا بطولة مهمة، أكيد مش هتكون بحجم بطولة السوبر الأفريقي، لأن برضو البطولات القارية أكيد برضو بتكون أهميتها أكبر من البطولات المحلية، لكن هو إحنا يهمنا ندخل الموسم ببطولة تانية أو بطولة جديدة تفرق معانا جدا في اللي جاي معنويا ونفسيا. والأهلي طبعا من حقه إنه يرد اعتباره بعد نهائي القرن أو سوبر القرن.
وده حلو ان هو يدي الماتش يعني حاله من الحماس الشديد من الجمهور الفريقين، وان شاء الله يطلع بشكل اهم حاجه مشرف وحاجه يعني تشرف الكره المصريه، خصوصا ان هو خارج الحدود وان الدول الشقيقه بتكون يعني اهالينا هناك بيبقوا عايزين يستمتعوا بالمباراه وعايزين روح رياضيه، فهو ده اهم حاجه ان شاء الله يوم الخميس. عمر جابر غاب عن مباراه اليوم بسبب الاصابه، هل وارد انه يلحق بالمباراه النهائيه ولا في صعوبه في هذا الامر؟ نتمنى ذلك طبعا. دكتور محمد اسامه عامل مجهود كبير جدا مع عمر جابر ومع دونجا ومع الزناري ولسه 4 ايام، نتمنى ان شاء الله ان هم يتعافوا في يوم، يعني ندعي ربنا ان هم يلحقوا بالماتش. استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بشكر حضرتك شكرا جزيلا.